كشف القيادي في المقاومة الشبابية الشعبية في الموصل أبو ذنون أن داعش خفض نفقاته كثيرا بسبب الانهيار ونقص التمويل الذي يعانيه، ما دفعه إلى رفع رسوم المخالفات. وكشف أبو ذنون خلال لقاء حصري أجراه زميل حسام الأحبابي أن القادة الأجانب يخشون السير داخل مدينة الموصل، وهم يعرفون أن الموصليين يكرهون داعش، مشيرا إلى أن هذا الأمر أجج الخلاف بين القادة المحليين والأجانب. بعد الخسائر الكبيرة اللي مرت الآن، يعني حتى رواتب الجند اللي يعملون تحت سيطرة داعش، يعني رواتب يعني جدا قليلة. قاموا بتنزيل الرواتب للجنود والمخصصات ودفع بدل الإيجارات ألغيت، يعني كانوا يدفعون بدل إيجار، الآن بدل إيجار ألغي. والراتب الجندي يعني تقريبا وصل إلى 125,000 وهنالك 75,000 دينار بالشهر. موجود عن طريق يعني بيع النفط وسلب الناس وإقامة الحدود والإيجارات التي يجمعوها، الرسوم يعني المخالفين أيضا، يعني المخالف للتنظيم داعش الآن يعني يفرضون عليه رسوم 50,000 دينار، 100,000 دينار. مثلا يعني شافوا واحد بده سيجارة أو مجرد يعني شكوا أنه هذا يدخن أو يستعمل مثلا موبايل يتصل بأهله خارج المدينة أو أصدقاء، يعني حد يعني منها يعني حتى لو مثلا واحد ما راح للصلاة أو مثلا أتأخر لغلق الدكان حتى يروح للصلاة، هذا أيضا يعني يأخذ منه 60,000 دينار، يأخذ هويته ويراجع الحسبة يأخذ 60,000 دينار لمجرد أنه تأخر عن الصلاة. كذلك إذا وجد على بيت أحد ساتلايت هم الآن يراقبون من خلال في مدينة الموصل المدينة، يعني بيوت متقارب بيت من بيت متقارب، من أعلى بناية يراقبون يعني سطح البيت، إذا لقوا عليه صحن ساتلايت هذا يؤخذ من الساتلايت ثم يدفع يعني ضريبة للحسبة. هل هناك إنترنت داخل المدينة؟ فقط في قاعات يعني مسيطر عليها تحت داعش.